ورحمة الله وبركاته. القصة التي سأتحدث عنها اليوم هي ربما عن شخص ربما رأيتموه سابقا أو عرفتموه، اسمه نيك فويتشيج. الآن هو شخص motivational speaker، يعني يحفز الكثير من الناس ويدعوه الكثير من المدارس والمؤسسات للخطابات التحفيزية. هو هذا هو شخص طبعا يعني مقطوعة أطرافه، يديه ورجليه، لكنه يعيش الحياة بجمالها. فراح أخلي هاي الصورة هنا أنا مود تشوفوها وأني أتحدث عن هذه القصة. للبسمة الأولى حين توازي عينيه تبحث فيهما عن لون مغاير، تحاول سبر هواجسه فتفشل، لن ترنو سوى الهشاشة التي يتشح بها هذا المحيا جلالا وحبورا. لا تنالك الدهشة في حقيقة أو خيال، بل تقف منصتا لثلج بوحه حين يذوب على شفاهه وهو يسترسل في سرد الحكاية عن هواياته. ليس كأحدنا حينما يناغي جثة الحزن غداة ورواحا يقول بكل ما أرضعه حليب الحياة: أنا فرح حد انتشاء الروح، بل آنس بالحياة من الطفل بثدي أمه، ويصمت يمتص قديم جرحه بتمهل كما السجن يمتص أعمار سجنائه. وحين تسحب تلك العدسة رجوعا تجحظ العيون وتتسع دهشة كصنم. يا للرب يا حيرة الرائي، أي قارة هذه التي احتواها جسده؟ أي مشهد هذا الذي يسمر الأعين قسرا ويفك الأفاويه فغرا؟ يكاد التيه يخامر الأرواح، جسد حاسر أعرى من أديم، يرتدي ثوبا بترت أردانه لكي لا يبان التهدل عيبا فوق احمرار الروح. وبهيبة الأنبياء، وبهيبة الأنبياء تلك تراه يقف يوزع البسمات على شفاه الألم، يتوجها حين تنفرج عن ثناياه البيض، يدوس على جسد الجراح بأقدام من كبرياء. أأقدام هي أصلا؟ ثمة ما يدفع الرائي لأن يجيب بأنها ليست سوى بقايا، بقايا ألم وأمل اختلق وهم أقدام كاذبة. هذا هو الشخص، والآن يتحدث للجمهور، يقول لهم: وقوفي هنا أيها الجمهور يخرس ألسنة الشكر خجلا، سعيد بلقائكم جدا، ها هو ذا مجددا لكن بومضة أخرى، بدهشة أخرى، يقزل على المسرح كالفرحة في قلوب العذارى، كالجواد حين يغامر ضد الفناء، تدوس الأرض سنابكه العتيقة فيجري حينا ويتمشى أخرى، وتتمشى الهمسات بين الأفواه والآذان، فرحة لروحه وترحة لجسده، همسات بين طلاب الثانوية الذين وعدتهم إدارة المدرسة بلقاء تاريخي يجمعهم مع إنسان يشبه الجسد في شيء. إذا لم يعطني الله أطرافا مثلكم، إذن لم يعطني الله أطرافا مثلكم، لكنه وهبني هذه التي تشبه عود طبل لدجاجة يضرب على أوتار الحياة بقاياه، فتنبجس ألحان تطرب المحبين ونغمات يلتذ بها كل من خلف أشكال الأجساد الاعتبارية وراء ظهره واحتفى بالذات قداسة وتعظيما. ها هو يخلع جسده أمامهم ويقول: الحكيم من كان جسده كالرداء له، متى ما شاء خلعه، زفراته وحدها تخترق حجاب القلب، تزرع البسمة على وجوههم. أتراه يساور نفسه على أن ينسيهم هوية جسده في شيء؟ ها هم
لا يحدقون إلا في روح كسرت قضبان سجنها وقيود سجانها بكل ما ألهمت من صبر، لا يقف عند هذا الحد بل يتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وقلبه باسط ذراعيه بالوصيد يضحكهم فيسمع صداه في جوانب أنفسهم، يفرق من أذهانهم ما كان متجمعا ويجمع ما كان متفرقا. والآن تؤجل الابتسامة لموعد ثان ويسمع صفير مفؤود معلقا، ربما تسقط هكذا ويسقط ويسقط نفسه ويرتطم بخشب المسرح عمدا، ويعاد النظر في أمر تأجيل الابتسامة. إذن ماذا يفعل أحدنا حينما يسقط سهوا؟ ينهض، أليس كذلك؟ كلكم يعرف طريقة النهوض، لكن لو فعلتها أنا وبدأت بالمشي مجددا هكذا سأصل إلى لا مكان، لكن سأقول لكم وحينها ينكفي يلتوي مثل نهر الألم، يعلمهم سحر الحياة بأن الدنيا ليست مسبحة كان يلهو بها طفل فسقطت من يده وانفرطت حباتها جزافا، يريهم بأن هنالك أزمنة تقطع حبل آمالنا وأحلامنا بشفراتها، تشعرنا بالخيبة والحرمان والبؤس، وكأننا نتلمس سقف النهاية، سقف الدياجير بأطراف أصابعنا، تتسكع الأعين في ملامح شبه الجسد ذاك، فيتجمع الماء المالح في حوض أعينهم ليذوب قطعا حارة تحرق مآقيهم، لكن ويقول لهم من حيث أنت أيها الطالب سجادة حب وبريق أمل من عدم، هل تظن أن الأمل سيطرق باب روحك يوما؟ ها هو ذعار من الأطراف تتسرب دماء قلبه الموجع إلى رأسه، تنتفخ أوداجه وتجدر الطبيعة وتفرض عليه رهانا، عنوانه يستحيل على جسد كأنت أن يقف وينهض من جديد على هذا المسرح، لكنه وبتلك الحالة يراهن ويغرز في خصيرة الزمن خنجرا يلمع بريقه صارخا كلا ليس مستحيلا. سأحاول لمئة مرة، سأحاول أن أنهض، ولمئة مرة سأحاول، لكن إن أخفقت وعجزت عن النهوض هل تعتقدون أنني سأقوم؟ كلا، لكن إذا أخفقت سأحاول مرة ومرة ومرة وأخرى. ويستمر بشكل مفاهيم أساسية في أذهانهم لتنبت فاكهة بعد حين، إن من لا يعرف أن يرى الظلم فلن يعرف أن يرى النور أبدا. وسيبقى جمال الحياة نسبية، هي ليست النهاية، وبذات الأصابع سنتلمس سقف الصباح الأبلج، لا يهم إن حكنا خيط رجاء وانقطع قبل وصولنا للنهاية، بل المهم هو أن نصل، والأهم هو كيف سنصل، أبذات القوة التي جبلنا عليها وبين التواء الأنهار وعروج جراحه، وبين التواء الأنهار وعروج جراحه يحبو كطفل يدخل عامه الثاني وجرحه يدخل أعواما عجافا، يزحف على المسرح ويزحف الأمل إلى جواره، يتكئ ويعلق البؤس على مشجب امتهن السقوط قبلا، ثم شيء ينخر فيه من الداخل لكن بكل عزم وإرادة يقرر قهره، تتجمع بحار الدمع في عينيه فيأبى فلقها بعصاه، يرتفع ظهره ويبقى الرأس متدل، يصارع حكم المتحجرة أفئدتهم، يتفصد جبينه عرقا، يستند فينهض وتشرئب هامته لتتقاطع نظراتهم في حد متوازن، حين يعلو صوت عناق وفك الأيدي بهجة وسرورا بهدوة العشاق، حين يقترفون لغة الصمت يقف على بقاياه، يجيئون إليه ويتعلقون بتلابيب ثوبه المبتورة، يتلمسون الندوب ويدمنون العناق، يحتضنونه وكأنها يد المسيح تمتد إلى قاع قلوبهم وتمسها برقة متناهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.